عندي اقتراح بسيط ملي حينما اتيت الى هنا توصلت بالرساله التي جاءت من الولايه وهي خلق هي خلق من خلق هي يعني علامه واضحه التهديد المدايقه التميس ان تدمجوا هذا في تقريركم وتقولون اطمعنا في جديده لخلق حرية التعبير وتنين الملاحظة قلتها السيدة خديجة تقمعها نحن الآن ماشي في حدود حرية التعبير الفلسفية لازم نعلم عليها ندوات ونتكلم عليها حاجة مهمة ولكن نحن دابا كنناضلو باش تحيد علينا ديك الحدود المصطنعة اللي هي كتفرض علينا إذا كان خصنا نناضلو ندخلو في الحدود المصطنعة كما قلتي وطبعا بإزاء ذلك يمكن أن ننظم حلقات وهذه الحلقات مهمة بالنسبة للأسس الفلسفية لحرية التعبير وأشياء من هذا القبيل ولكن ألح على إضافة نعم سنضيفه لأنه نكون في فقد تم توزيعه على صحفيين هذا رسالة الوالي وسنضيفه إلى القرار القادم الشرقية الحرش جريدة الرأي الإلكترونية شكرا موصول أولا لكافة الأساتذة والصحفيين الذين صاروا على إخراج هذا التقرير إلى الوجود وهي فرصة أيضا لنتضامن مع كل يعني الذين يعني تهيت حريتهم يعني في خصوصا الصحفيين في المغرب أنا فقط عندي تساؤل يعني لا أحد يقول بأن حرية الرأي ولا حرية التعبير في المغرب بخير ولكن الخلاصة التركيبية لهذا التقرير الصحفي تشير هذا التصريح الصحفي تشير إلى أن حرية الصحافة هي أسوأ مما كانت عليه أنا فقط تساؤل يعني فيها نعرفوا يعني كي أنتم في كيفاش وصلتوا لهذا الاستنتاج وهذا الخلاصة شكرا نعم يعني على حسب مراحل في المغرب يعني منذ يعني بداية التسعينات بدأنا نمر من فترات فيها نوع من انفتاح مثلا نهاية التسعينيات وبداية الألفينيات كانت رغم طبعا المس بحرية الصحافة والتعبير التي وقعت خلال هذه الفترة كانت إذا قارناها باليوم أحسن إلى حد ما ولكن منذ مثلا الربيع الماضي بدأنا في تقهور الى احيانا بحال مثلا هذا الحصار الذي يعني يحيط بجمعيه الحريه الان وهي جمعيه قانونيه كما يقول بذلك القضاء والوالي يرسل لنا رساله رسميه يقول انها غير قانونيه والقضاء يقول انها قانونيه اليس في هذا خرق وتضييق ربما اربع سنوات قبل ما كان ممكن كذلك هذا التضييق اين يظهر يظهر ان مثلا انظر الى الصحافه المكتوبه الان اذا اخذنا مثلا سنه 2002 يعني أغلب النسخ الموزعة في المغرب كانت مستقلة أو قريبة من استقلالية الآن أغلب النسخ التي توزع حتى في الصحافة المكتوبة هي مضبوطة بنوع ما أو تابعة بطريقة مباشرة للسلطة ونرى أن صحف مثلا مستقلة من أكثر المبيعات في المغرب منذ يومين أو ثلاثة تهاجم مثلا أحد ضحايا انتهاكات وهو زكريا مومني وتنشر له يعني صور سيئة جدا تضر بكرامته وتقول عنه يعني كل شيء ممكن ضد إنسان يعتبره الدولة عدو هل هذه صحافة مستقلة؟ إذن هذا هو هناك المراقبة طبعا عبر يعني التمويل والمراقبة كذلك عبر حجز التمويل إن تمويل للصحافة التي هي قريبة من السلطة رغم أنها تقول أنها مستقلة أو يعني حجز التمويل عبر الضغط على المستشارين مثلا حتى لا يتم تمويل الصحافة المستقلة رأينا كيف أن يعني من أحد المواقع الإلكترونية الأكثر جدية والأكثر استقلالية قد تم حجبه منذ ما يزيد على الآن حوالي سنة وأربعة أشهر وليس هناك أي إمكانية لاسترجاعه قانونيا كل هذه الأمور أخذناها بالاعتبار لنقول ذلك ولكن لا نقول أن المغرب جهنم وأن بلدان أخرى هي الجنة شكرا
نحن ايضا نتفق من اعتبار ان السنوات الثلاثه الاخيره من القرن الماضي كانت اكثر انفتاحا من ما نشهده اليوم من مضايقات لما عاشته تلك الفتره او لما عشناه في تلك الفتره من ميلاد صحافه مستقله تمثلت في تجربه الجورنال، من انفتاح ايضا على مكون سياسي هو داخل المجتمع وفتح الباب للإسلاميين للمشاركة السياسية من خلال إدماج منتمون إلى جمعيات سياسية إسلامية داخل حزب الذي سيصبح فيما بعد سيحمل فيما بعد اسم العدالة والتنمية. وهذه الأشياء لم تحدث لأن الملك الراحل الحسن الثاني استيقظ ذات صباح وآمن بالديمقراطية وبالانفتاح، وإنما لأنه كان يعد لانتقال السلس للملك إلى ولي عهده، وبالتالي كانت هناك نافذة. هذه النافذة هي التي سمحت بهامش كبير من الحرية آنذاك، أعطانا صحافة مستقلة، أعطانا يعني حرية أكبر داخل المجتمع. ومنذ 2002 بدأ التراجع والعودة إلى الوراء في جميع على جميع المستويات السياسية وعلى مستويات حرية الرأي والتعبير، إلى أن وصلنا إلى الحالة الحالية المزرية التي نعيشها اليوم. وبالتالي عندما نقارن تلك الفترة التي يمكن أن نسميها فترة انفتاح نسبي مع ما نعيشه اليوم، فالمقارنة تصح بأن حرية التعبير والرأي اليوم هي أسوأ مما كانت عليه في تلك الفترة. غير إضافة لما قاله علي، حرية التعبير أو واقع حرية التعبير في المغرب للأسف هي وكأنها هبة فوقية، يعني تعلو وتخبو حسب الإرادة الفوقية للسلطة في ظل نفس القوانين أو ربما قوانين أسوأ. في نهاية الألفية كانت ربما حرية لأنها كانت هناك مصلحة سياسية أو إعادة تشكيل توازنات القوى السياسية أو تهيئ لعهد جديد، كانت هناك فعلا فضاء يقول عنه الدارسون والمؤرخون الآن بأنه فترة ذهبية لظهور صحافة مستقلة في المغرب في نهاية التسعينات. الآن في ظل دستور جديد وظل يعني ورشات أو مفتوحة حول مدونة الصحافة خالية يعني من عقوبات سجنية، في ظل هذا الحراك الشعبي أو الربيع المغربي اللي عشناه مع نهاية 2011، يعني كنلاحظوا بأن الوضع أسوأ مما كان عليه من قبل. إذا نضالنا احنا في الحرية الآن ماشي أننا نبقاو ننتظروا هذه الهبات اللي كتجي من حين لآخر لأنها تخدم مصالح سياسية، ما احنا بغينا حرية حقيقية أو ضمانات قانونية أو إرادة سياسية يعني تكون فيها التزام حقيقي بأننا نريد أن نمر أو ما نبقاوش عايشين هذا المسلسل ديال الانتقال اللي طال هذه أكثر من 20 سنة. وحنا كنقولوا انتقال ديمقراطي، بغينا فعلا نمروا للسرعة القصوى نحو الديمقراطية. وأكبر تجلي للديمقراطية كنظن هو الإعلام أو حرية التعبير وحرية الصحافة. طبعا الحرية ماشي بالمعنى المطلق أن نقول ما نشاء، ولكن الحرية بالمعنى الذي يحتكم للأخلاقيات وللقوانين التي أيضا لا تكون هبة. القوانين متفق عليها من طرف جميع القوى السياسية ومن طرف جميع المؤسسات المهنية الإعلامية. وبغيت توضيح آخر نضيفه لواحد الملاحظة قدمها جلال بخصوص المنهجية، أتفهم ملاحظاتك فعلا، أقتسم معك هذه الملاحظة القيمة حول حم عمق التقرير، ولكن أرجو من جميع الصحفيين الحاضرين ألا تقرأوا التقرير يعني في إطار مقارنة مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تمتلك إمكانيات ضخمة من أجل إنجاز تقارير أكثر دقة وأكثر علمية. يعني التقرير ما تصورش مجهود يتبذل من طرف أعضاء المكتب التنفيذي ديال الجمعية، وأيضا بمشاركة الخبراء اللي يعني عندنا حظ أن الأعضاء الشرفيين ديال جمعية حرية الآن يعني كتضمن أسماء يعني شرفاء هذا الوطن وأسماء وازنة في المجال الحقوقي والمجال القانوني اللي ساعدونا كذلك في التقرير. إذا التقرير خذوا بالبساطة ديالو أنه كيعتمد على واحد التشخيص
الوضعيه ديال حريه التعبير والصحافه في المغرب وتوصيات انطلاقا من المرجعيه ديال الارضيه التاسيسيه ديال جمعيه حريه الان بطبيعه الحال غادي تكون فيه ملاحظات كثيره ويمكن نتفقوا على نقاط ما نتفقوش على نقاط ولكن هو يحتكم لمرجعيتنا الخاصه كجمعيه فتيه تاسست حديثا ليست لها امكانيه ماليه نهائيا يعني التقرير انجز بتطوع او مبادرات يعني ومساهمات ديال الاعضاء ليس لنا الحق في اننا يكون عندنا حساب ليس لنا الحق في اننا نديروا شراكات مع جمعيات ليس لنا مقر كنشكر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان عطتنا هذا الفضاء يمكن نجتمعوا فيه يمكن نشتغلوا اذا هو عمل يعبر عن هذه المجموعة ديال أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية حرية الآن وليس ولم ينجز بطريقة علمية دقيقة يعتمد على خبراء متخصصين في استقراءات الرأي أو في رصد كل هذه الفروقات ومقارنتها بالقوانين الدولية أو التقارير الدولية. شكرا فاطمة. إسماعيل سؤال. شكرا لك. أولاً أتضمن مع جميع حرية الآن جرائم المستعارضة والمضايقات. أبدأ من حيث انتهت السيدة فاطمة الفاتي. النقاش حول القوانين والنقاش حول الحرية يجب أن يقود لنا إلى خلاصة معينة وهي أن الحرية والنهاية تكون جميع الأجزاء. لا يمكن منهم لوحدها أن تجد لها صحافة حرة ونزيهة ولا يمكن الحرية كذلك أن تجد لوحدها يعني لنفسها يعني صحافة تمتع بالشروط الموضوعية. أكيد أن المغرب ليس جنة الصحافة فقط جنة الإفريقية والمغرب كذلك لم يصل ذاك إلى مستوى الذي يطمح إليه الخاص بحرية الصحافة ولكن أنا سؤالي للمحاضرين ألا ترون أن ما يضايق الصحافة في المغرب لا يأتي فقط من القوانين ومن الدولة ومن المشروع ولكن كذلك من الصحافيين أنفسهم لا يمكن مثلا ما تحدث اليوم عن خرق خطير لاخلاقيات المهنه من الصحافي ليس من الصحافي المشبوه ولكن من الصحافيين المستقلين بلا قوسين ومن الجرائد التي تحظى باحترام معين الا يمكن مثلا اليوم في مثل هذه الفوضى الالكترونيه العارمه والحديث عن ازيد من 60 من قرابه 1000 موقع اخباري ان نتحدث عن خرق خطير يمكن ان ليس لا تقارنه فقط بمدونات الاخلاقيات التي اصدرتها منذ سنوات ما قبل وطن الصحافه المغربيه او بالقوانين المغربيه ولكن يمكن ان تقارنه بمدونات عالميه وبتشريعات عالميه لكي تتاكد ان فعلا هناك خرق خطير للقانون يقع داخل الصحف المغربيه تحدث مثلا عن عدم احترام قانون البراءه عن وضع القاصرين في نشر صور القاصرين في وضعيات غير لائقة تدخل في عمل الشرطة القضائية انتهاك الحياة الخصوصية وما إلى ذلك من الخروقات الكبيرة وبالتالي سؤالي للجمعية بالموازاة مع الدعوة إلى تطوير مناخ الحرية ألا يمكن حاليا أن ندعو إلى خلق نقاش أو أن تساهم الجمعية في خلق نقاش خاص بتطوير الأخلاقية والمهنية لحرية الصحافة هذا السؤال الأول السؤال الثاني هو السؤال الأخير أريد رأي الجمعية فيما يخص تسريبات كريس كورمان خاصة وأن النقاش كان قد يعني قد انقسم الى شقين النقاش الاول يقول ان تسريبات كورمانيه هي تسريبات اجراميه وغير قانونيه وبالتالي لم يكن من الواجب على بعض الجرائد ان تشتغل على هذه التجربات في صياغه مواضيع وهناك يعني راي ثاني يقول انه رغم ان هذه التسريبات كانت غير قانونيه وغير مشروعه ولكن بما ان الصحافه في بعض الاحيان تشتغل لهذه الطرق من اجل تبيين المصلحه العامه وبالتالي فانا اريد يعني ان اعرف راي الجميع خاصه وان هذا النقاش كان من بين الميادين التي مسها هو ميدان الصحافه لاننا راينا اسماء صحفيين تم التشهير بهم وتم يعني الضرب في مصداقيتهم علما انه في نهايه الامر لم نتاكد هل هذه التسريبات صحيحه ام خاطئه وشكرا. شكرا اسماعيل قبل الجواب عليك اضيف ان سنضيف فقط سؤال او سؤالين على الاكثر ثم نختم ندوتنا الصحفيه. خديجه عندك بعض الجواب على سؤال اسماعيل. التفاعل يعني لان هذه القضيه فيها نقاش حول علاقه الحريه بالمسؤوليه انا فقط اقول بان في ظل لا يمكن ان نطور مهنيه الصحافه الا في جو الحريه. ما يمكنش يتطور عندنا المستوى المهني الصحفيين اذا استمرينا في واحد الجو ديال القمع واللي كيتستغل فيه الصحفي ايضا كوسيله للقمع تكلمنا عن انتهاكات او الجيل الجديد من انتهاكات اللي صحفيين مستعملون
كوسيلة للقمع والتشهير إذن هناك ربط يعني جدلي بين المسؤولية والحرية. ثم هناك الحرية، حرية الصحافة هي جزء وشرط أساسي للديمقراطية، ولا توجد ديمقراطية بدون حرية. ومن ضمن المكونات أيضا ديال الديمقراطية هو القضاء النزيه والمستقل. إذن القضاء النزيه والمستقل هو وحده له الحق في تقدير الخطأ الذي يرتكبه الصحفي والمساس بشرف الناس او اعراضهم، وحده له الحق في تقدير الثمن الذي يجب ان يؤديه هذا الصحفي بحكم خطئه. لكن لا يمكن ان نحاسب يعني الصحفيين بدون ضوابط قانونيه وبدون قوانين عادله وبدون قضاء مستقل وكف ونزيه الذي يجب ان يكون ملجا لكل من كان متضررا، سواء متضررا من تعسف السلطه حين يكون صحفي او غير صحفي، او مواطنا متضررا من عمل صحفي غير مهني يمس باخلاقيه المهنه الى غير ذلك. يجب ان تكون لدينا، وهذا نضالنا من اجل حريه الصحافه، لا يجب ان ينفصل عن نضالنا من اجل المجتمع الديمقراطي، مجتمع الحريات، مجتمع المؤسسات، مجتمع فصل السلطات، ومجتمع يكون فيه القضاء ايضا سلطه مستقله وقادره على انها تحمي الحريات وتحمي الحقوق. اذا هذا هو اللي نتفاعل فيه. قبل ان اضافه يعني بالنسبه لكريس كولمان، سؤال ثاني، معقول انه تسريب وثائق رسميه في دوله ديمقراطيه جنحه يعاقب عليه القانون، ولا يمكن في نظام ديمقراطي ان نذهب ضدها باتجاه، خصوصا اذا كانت سريه او حميميه او يعني سريه دفاع او حميميه الناس او مسؤوليه الدوله قد تصل يعني الى الاعلام العمومي. هذه مسألة جنحة، ولكن في الأنظمة السياسية التي لا تتعامل وكأنها دولة، حتى أن سفير مثلا يعارض أن يحصل مغربي على جائزة، كيف هذا؟ هذا بالنسبة لي سيدي بابيني لما يخرج إلى العلن، لأن الدولة يعني تتعامل بسرية، وكيف أن مثلا أجهزة المخابرات تدعم ماليا بل وتخلق ويعني أموال العمومية تذهب في اتجاه يعني رأي معين للدفاع عن النظام السياسي وليس للدفاع عن الدولة. هذا هو يعني جوابي عنه. يعني وآخر سؤال. نعم، شكرا إبراهيم الشيخ، جريدة المغرب السياسي.